لصاحب الجلاله الرعايه السهميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. وهذا المهرجان كان افتتاح ديالو يوم الجمعه وعرف واحد المحطات ناجحه من خلال الندوات، من خلال مجموعه من الورشات، من خلال كذلك معارض، من خلال مسيره. وهذا المهرجان التميز ديالو كيتجلى في انه فيه عنايه بالبلوزه كلباس مغربي، كتراث، كثقافه، كفن. وكيحاولوا مجموعه من الخبراء اساتذه جامعيين انهم يجعلوا منه واحد التراث ديالنا اللي كيستمر من الدوله السعديه الى الدوله العلويه. الحمد لله اليوم مع التطور، مع التقدم ديال هذه البلوزه والظهور ديالها وعوده الظهور ديالها في الاعراس ديالنا، في العادات ديالنا، في التقاليد ديالنا، في الاحتفالات. لذلك فكانت الرساله الاولى هو اولا العنايه والاحتفاء بهذا اللباس، ثانيا محاوله نشر ثقافه اللباس هذه البلوزه جميع مناسباتنا. وشنا كيفاش طفلات صغيره البلوزه، وكانت كان ظهور ديال هذه البلوزه بواحد الحله جميله، كما حضرنا الحضور ديال مجموعه ديال الناس المهتمين، خاصه المؤسسات اللي كتعتني بالصناعه التقليديه، كتعتني بالبلوزه كلباس ليس فقط تراث وفن وانما صناعه تقليديه. كنوز حرفيه هذا البرنامج هذا اللي كتسهر عليه اليونسكو، كتسهر عليه الوزاره الوصيه، واللي كتحاول ما امكن بهذه المجهودات ديال اليوم انه يستمر باش يكون محصن وباش ما يكونش سطو عليه من مجموعه ديال الدول اللي كتحاول تصنع التاريخ ديالها باشياء ما كتملكهاش. الحمد لله احنا تاريخنا اللي كتجاوز 12 قرن، هذه هي بعض الامور اللي كتزيد ترسخ التجدر ديالنا في التاريخ والاثار ديالنا والعرقه ديالنا، وكتستمر عبر هاد الثقافه اللي كتستمر من خلال اللباس ديال الناس لهذا اللباس. احنا جينا باش نشاركوا في هذا المهرجان ديال البلوزه، احنا شاركنا بالزي ديالنا التقليدي اللي كنسميوه تيم الحفت. هاد تيم الحفت ورثناها ابا عن جد من قديم الزمان، وكنتمنى وان شاء الله من بناتنا يحافظوا على هذا التراث ان شاء الله دائما. وتيم الحبت هي عباره عن لباس محتشم تقليدي يتباعوه اكسسوارات لها اسماء بالامازيغيه، بحال كنلبسوا معها الدح، كنلبسوا معها الخلخال، اللويز، وكنديروا معها القناع، الشنبير، وكاع هادو اسماء ديال اللوازم اللي كتبع تيم الحبت. ان شاء الله كان نتمنى من بناتنا ما يتخلوش على هذا الموروث الثقافي. والسلام عليكم. السلام عليكم. دعاء بوزياني عارضه في مهرجان البلوزه الدوره ديالو السابعه اللي كان الهدف ديالو احياء تراث الجهه الشرقيه والترسيخ ديالو في الجيل اللي راه جاي باش ما يتنساش واحد التراث اللي رائع اللي هو البلوزه اللي كانوا يلبسوها الاجداد ديالنا وكلشي. ونتمنى ان شاء الله يا ربي هذه البلوزه تبقى باستمرار. شكرا. انا الزيانه الخلافي ناجيه مصممة ديال الحمام الوجدي، وكنشكر لطيفه المنتبه اللي عرضتنا في هذا الحفل، وكنشكر العارضات، ونتمنى لطيفه المنتبه نتمنى لها التوفيق والعارضات كنشكرهم بزاف، وكنشكركم حتى نتوما اللي وقفتوا معنا والحمد لله. بغينا نبينوا التقاليد ديالنا ديال وجده لان كانت مدفونه، ما هذه شحال ما بانت، وهذه بغينا نبينوا التقاليد ديال وجده ديالنا. واش كتمتازه المنطقه الشرقيه؟ كتمتازه بالبلوزه الوجديه والحياك الوجدي والشده الوجديه. شنو تقدر تقول لنا على الحال؟
الحي التقليد كان بكري نتاع جدودنا ونتاع مواتنا، وبغينا حتى حنا الاجيال ديالنا حتى هما يستافدوا ويبان الحايق وتبان البلوزه. وجاو في بالي